أقل من شهر يفصلنا عن قدوم شهر رمضان الفضيل المعروف بتبعاته الاقتصادية، لا سيما أنه في هذه الأيام يتزامن مع الظروف الصعبة غير الخافية على الجميع، وإلى الآن لم تبادر أي من البنوك أو شركات التمويل للمساهمة في التخفيف عن المواطن في استقبال هذا الشهر الفضيل، فهل سيكون هنالك تأجيل للقروض؟ وللحديث أيضا عن هذا القرار الذي كنا قد جربناه سابقا في الأردن، ينضم إلينا عبر الهاتف السيد شاهر سليمان، المدير التنفيذي لمنتدى خبراء إدارة المخاطر والخبير المالي والمصرفي. صباح الخير سيدي وأهلا بك في أخبار السابعة. السؤال الأساسي اليوم الذي يسأله المواطن، من أين يصدر قرار تأجيل القروض؟ هل هو من البنك المركزي أو من الحكومة أو من البنوك نفسها؟ سيد شاهر صباح الخير. أهلا بك. صباح الخير أخ معاذ، لكل السيدات والسادة المشاهدين. الحقيقة أخي معاذ، يعني لابد من التوضيح بداية أنه قرار التأجيل للأقساط من عدم وليس قرار للبنك المركزي، إنما قرار يعود للبنوك نفسها في ضوء تقدير المخاطر التي تقدرها هذه البنوك لعملية التأجيل. نعم. وأنا أعتقد أن مثل هذه القرارات يجب أن لا تكون قرارات شعبوية، وإنما هي لحاجة فعلية للمقترضين المتضررين، خلينا نسميهم. نعم. لكن يعني خلينا يعني نحكي من الإنصاف أنه البنك المركزي خلال الفترة الماضية، خلال فترة كورونا يعني العامين الماضيين، كان يتدخل في الوقت المناسب ولمصلحة الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني والشركات والأفراد على حد سواء. نعم. وذلك من خلال خلق التوازن المناسب لهذه الأطراف. وبدي أذكر بعض الإحصائيات إذا تسمح لي أخي معاذ. نعم تفضل. تسلم. خلال الكورونا وعندما كان هناك إغلاقات لكافة القطاعات الاقتصادية ولمساعدة الأفراد والمؤسسات، بمعنى كان هناك حاجة فعلية، الحقيقة أن البنك المركزي قدم مليارات من الدنانير لدعم السيولة من خلال العديد من البرامج الميسرة وتخفيض فوائد على التسهيلات وصلت في حدها إلى 2%. من ناحية أخرى أشرف على قيام البنوك بتأجيل، وأنا أقول هنا أشرف وليس يعني قرار، بتأجيل أقساط تقارب أو قاربت 3,800,000,000 دينار خلال عامي 2020 و 2021. نعم. لابد من الإشارة أنه من هذه المبالغ هناك بحدود 950,000,000 دينار، يعني تقارب المليار دينار، تعود لأفراد مقترضين أفراد. بلغت عدد الأقساط المؤجلة لهذه الفئة من المقترضين اللي هم الأفراد 3,500,000 قسط. نعم. طيب سيد شاهر، نتحدث عن أرقام كبيرة ونتحدث عن عدد من المواطنين استفادوا من هذا القرار في تجارب سابقة. بناء على التجارب السابقة، هل انتعش السوق فعليا بقرار تأجيل القروض السابقة ويعني تأجيل السداد؟ بالتأكيد أخي معاذ، يعني احنا الأرقام اللي ذكرناها هذه كلها عبارة عن يعني سواء اللي قدمها الشرائع اللي قدمها البنك المركزي لدعم السيولة او عملية تأجيل الأقساط. نعم. الحقيقة انه هذه كلها مبالغ عبارة عن سيولة تم ضخها في الاقتصاد الوطني وساعدت العديد من المؤسسات والأفراد على الوقوف والاستمرار في أعمالها. وبالتأكيد يعني هذه يعني خلقت سيولة، خلقت ظروف ساعدت الجميع خلال فترة الكورونا. نعم. طيب سيد شاهر، وأنت خبير مالي ومصرفي، والمال والمصرف هما يعني كالاقتصاد، لو كان القرار بيدك، هل ستقوم بتأجيل القروض أو إصدار قرار لمن يرغب بتأجيل الأقساط لهذا الشهر؟ أخي معاذ، يعني خليني أنا أكون واقعي وموضوعي بشكل سريع سيدي. ما يعني ما بدي أدغدغ العواطف الناس
أقول إنه بطريقة شعبوية. الحقيقة إنه لازم يكون هناك عندي مقترض عقلاني وبنك عقلاني. إذا كان في عندي حاجة فعلية لشخص تضرر من الجائحة أو يعني صار في نقص من براتبه أو إنه يعني ضاع عليه راتبه أو إلى آخره، في حاجة فعلية. نعم. هذا الشخص أنا بعتقد يعني هو من مصلحة البنك نفسه إنه يأجله، وهو بحاجة فعلية إلى التأجيل. لكن ليش أنا بحكي هيك؟ لأنه عملية التأجيل، وهي النقطة أنا بحب إنه جميع الإخوان إنه أو المشاهدين يركزوا عليها. نعم، بشكل سريع سيدي. طيب سيدي، إنه التأجيل هو عبارة عن قرض جديد البنك بمنحه للعميل، بمعنى إنه في عليه فائدة وليس بدون فائدة. طبعا هذا حكي لكافة البنوك باستثناء البنوك الإسلامية اللي ما بتستطيع أنها تزيد نسبة الفائدة أو العائد على القروض تاعتها أو التمويلات. نعم. فبالتالي لازم إنه المقترض، لازم إنه الشخص العادي، إحنا لازم نقدر حاجتنا الفعلية، لأنه راح يكون في فوائد عليها وليست نعم. مجانية. نعم. يعني هذه رسالة للمواطنين أيضا، ولكن نتحدث بأنه تأجيل الأقساط من الممكن أن أو يعيد الحياة إلى بعض القطاعات الاقتصادية. بدي أشكرك السيد شاهر سليمان، المدير التنفيذي لمنتدى خبراء إدارة المخاطر، وأيضا الخبير المالي والمصرفي.